من أكثر الأزمات اللي تصدرت على الساحة الفنية لفترة طويلة وشغلت محركات البحث أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وعلى ما يبدو أنه شيرين عم بتعيش فترة نشاط فني قوية هيدي الفترة بعد خروجها من أزمتها الصحية وعودتها مجدداً لزوجها حسام حبيب. فبعد غياب دام لفترة طويلة عادت شيرين لتشغل السوشيال ميديا وتعيد الجمهور بالذاكرة معها إلى أشهر وأنجح ديو غنائي قدمته مع فضل شاكر بعنوان العام الجديد. فكيف رح يكون رجوعها بعد زيارتها لبيروت ومقابلة صديقها الفنان اللبناني فضل شاكر؟ وشو وراء استدعائها للتحقيق هي وحسام حبيب بلبنان بسبب فضل؟ من الواضح أنه صاحبة أغنية آيا ليل قد جددت تعاونها الفني مع صاحب أغنية خلينا نعيش بعد انقطاع دام نحو 18 عام من أول عمل فني لألون العام الجديد واللي طرح عام 2004. فيما بيّن مدير أعمال الأخير غازي بن نصر تفاصيل الجلسة الفنية واللي جمعت شيرين وزوجها حسام حبيب بشاكر والمنتج ومتعاهد الحفلات يوسف حرب، بالإضافة لوجود الشاعر اللبناني أحمد ماضي. وقال بن نصر عن هيدي الجلسة: كانت الجلسة مفعمة بالحيوية والنشاط واستمرت لساعات عدة، قام فيها بالغناء واستعادا ذكريات الماضي والحديث عن حياتهما الشخصية ووضعهما الحالي. وأوضح غازي أنه الثنائي اتفقوا على تقديم عمل فني جديد لألون، وقال: فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب قدما منذ سنوات دوات بعنوان العام الجديد، وكان هناك اتفاق بينهما على تقديم دوات ثانٍ، ولكن ظروف الحياة أوقفت العمل. وخلال الجلسة التي عقدت خلال الساعات الماضية اتفقا سويا على إعادة الفكرة للنور من جديد. وتبين من خلال حديثه عن الجلسة أن الفنانين قد غنوا عدد كبير من الأغنيات القديمة ومنها دوات العام الجديد، بالإضافة لأغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة شادية وأغنية يلي بقلبك أسراري للفنان فضل شاكر. وفي سياق ذلك نشر الفنان فضل شاكر فيديو لإله من اللقاء عبر صفحته الرسمية على انستغرام وعلق عليه: شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوة بعد سنين طويلة وشو اشتقت لكم. فيما ظهرت شيرين بالفيديو هي عم تتذكر تفاصيل ذكريات تصوير أغنية العام الجديد، وقالت لزوجها حسام حبيب أنه فضل شاكر كان خجول للغاية أثناء تصوير مشاهد الأغنية. والجدير بالذكر أنه زيارة الفنانة شيرين أحدثت جدل كبير بالآونة الأخيرة، وذلك بعد تداول مقطعي فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي تسببوا بهجوم حاد عليها. المقطع الأول كان خلال وجودها بأحد الأسواق التجارية الكبرى ببيروت، بس استوقفتها شابة وطلبت منها التقاط صورة للذكرى، لترد شيرين عليها معتذرة قائلة: معلش مش جاهزة للصور سامحيني. فيما كان الفيديو الثاني بأحد النوادي الليلية واللي صاحبهم فيه متعاهد الحفلات اللبناني يوسف حرب، وظهرت فيه عبد الوهاب وهي عم ترقص على أحد الكراسي على نغمات عدد من أغنياتها الشهيرة منها أغنية آيا ليل. وتداول الأخبار عن نشوب مشاجرة حادة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب داخل أحد المقاهي، قام فيها كل منهما بضرب الثاني، وهو الأمر اللي نفاه حبيب بتصريحات صحفية قائلاً: كلام عار من الصحة، نحن في أفضل حال، حالياً نتواجد في بيروت من أجل التحضير لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، ونطلب من الصحافة ووسائل الإعلام الابتعاد عن هذه الأخبار، كما نطلب من جمهورنا الابتعاد عن قراءة تلك الأخبار الصفراء. وبظل تواجد الثنائي ببيروت طالتهم العديد من الشائعات، إذ كتبت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال تواجدهما في لبنان إلى التحقيق بناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة. جرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على تصريح أمني للدخول إلى المخيم ليكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية حقيقة هذا الخبر المنتشر حول القبض على الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب خلال زيارتهما للمطرب فضل شاكر في لبنان، مشيرا بذلك إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة
والأمر إذا حدث سوف تكون النقابة أول المطلعين. وتابع عبد الله بتصريح لإله: القبض على شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في لبنان غير صحيح. هذا الأمر انتشر بعد زيارتهما للمطرب اللبناني فضل شاكر بسبب أنه مطلوب في عدد من القضايا. شيرين وحسام كويسين وكل الكلام عاري من الصحة. واختتم قائلاً: النقابة تتواصل حالياً مع شيرين وحسام، وهذه الشائعات موجودة دائماً ويجب أن لا ننخرط خلف صناع تلك الشائعات. يذكر أن علاقة شيرين عبد الوهاب والمغني اللبناني فضل شاكر علاقة صداقة قوية وقديمة ظهرت بشكل واضح خلال أزمة شاكر من عدة سنوات، بس فاجأ جمهوره بالاعتزال وانضم لصفوف الجهاد وتم اتهامه بالتطرف، وقام بعدها بأداء عدد من الأناشيد الإسلامية. وطالبت شيرين بوقتها بمساعدة فضل شاكر لإنقاذه من التطرف من خلال عدة مناسبات، منها حفلة بمهرجان هالة فبراير الكويت عام 2016، إذ أوقفت شيرين غنائها لتتحدث للجمهور الكبير واللي حضر الحفل، وقالت: لو تسمحوا لي أن أقول بغض النظر عن أرائنا السياسية، وكل إنسان فينا بحب وبيحترم الرأي الآخر، في فنان كبير بعت لكم سلام كبير، هو الفنان فضل شاكر، وبتمنى من كل قلبي أنه نحن كلنا ندعمه كرمال يرجع يغني وكرمال يرجع يضوي المسرح عندكم، واسمحوا لي غني له غنية لأنه هو وحشني جدا جدا. وغنت شيرين أغنية نسيت أنساك للمطرب فضل شاكر. وأخيراً عم تستعد الأخيرة لطرح عدة مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة لتجدد نشاطها الفني بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة المترو من فترة قصيرة. وبيّن نبيل إدوارد مدير أعمالها خلال تصريح لإله أنه هي بالفعل بدأت العمل على مشاريع فنية جديدة لتطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي بمنزلة مفاجأة للجمهور، كما أنه عم تستعد لحفل الغناء بالكويت يوم 12 يناير. بينما قام الفنان فاضل شاكر بطرح عرب، وهي أحدث أعماله الغنائية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب بمناسبة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022.